بولندا تنضم إلى أوكرانيا في رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتعتبر أن كييف هي فقط من تقرر مستقبلها. الموقف البولندي جاء بعد أن طفت فوق السطح تقارير عن ضغوط تواجهها كييف للقبول بوقف إطلاق النار، خصوصا بعد أن دعت كل من إيطاليا والولايات المتحدة إلى ذلك. أوكرانيا أكدت أنها ترفض تقديم أي تنازلات لروسيا، ومن ضمنها التخلي عن أراض سيطرت عليها موسكو خلال العمليات الأخيرة. فهل هناك مبادرة إيطالية للتوصل لوقف إطلاق النار؟ وما هي الدول الغربية التي تضغط على كييف للقبول بوقف القتال؟ ضيفتنا من كييف ليلى، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، ماريا يونوفا. أستاذة ماريا، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج غرفة الأخبار. كييف هي فقط من تقرر مستقبلها، من تقرر مصيرها، هذه العبارة استمعنا إليها من المسؤولين الأوكرانيين، يضاف إليهم أيضا مسؤولين بولنديين في الساعات الماضية. هل تتجه كييف إلى القبول بوقف إطلاق النار نتيجة الضغوطات الأخيرة؟ Good evening. Thank you for inviting. And sorry to correct you, but there was no demand. عن تصحيحكم، ولكن لم يكن هناك أي طلب من إيطاليا والولايات المتحدة أو أي ضغط منهما لإيقاف إطلاق النار أو للهدنة. بل كان من جاءنا كان الطلب لوزير الدفاع الروسي سيد شيغو، حيث طلب وزير الدفاع الأمريكي أن من نظيره الروسي أن يوقف وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لأنه اليوم 86 للهجوم الروسي، ولا تزال قرانا ومدننا تحت القصف الروسي. نعم، نحن لا يزال القصف الروسي قائما في مناطق الدنباس في الجنوب وجنوب الشرقي وشرقي البلاد، ولا أحد يستطيع أن يطلب منا إيقاف النار. فيمكن للعالم الحر والأمم المتحدة والمنظمات العالمية، يجب عليهم كلهم أن يضغطوا على روسيا لوقفهم قصف دولتنا وقتل المدنيين. ولهذا فالرئيس البولندي والذي شرفنا استضافته في البرلمان الأوكراني الفركوفنا رادا اليوم، ذكر أن لأوكرانيا الحق وحدها بأن تكون في جزء من البرلمان أو الاتحاد الأوروبي أو في الناتو. هذا قرارنا السيادي المستقل لوحدنا، لأنه إذا ما سألتموني كم عدد الأشخاص، أي 92% من الأوكرانيين يدعمون انضمام الاتحاد الأوروبي، وحوالي 62% منهم يحبون أن يكونوا نكون جزءا من منظمة الناتو. ولهذا كان خطابا تاريخيا للرئيس دودا، وكما تعرفون فبولندا استقبلت حوالي 3 ملايين أوكراني من نساء وأطفال، وركز الرئيس البولندي أنهم ليسوا بلاجئين بل هم ضيوف في بولندا. ولهذا فكل الفوائد الاجتماعية من سكنة ورعاية صحية وتعليم مقدمة لهم لجميع من هرب من الاعتداء الروسي، فهم جميعهم ضيوف ويستفادون من هذه الفوائد. وكما تعرفون فبولندا ساعدت أوكرانيا كذلك ومدت لنا يد المساعدة من سلاح وعتاد وذخيرة بأكثر من 2 ملياري دولار. ولهذا فأي طلب من أوكرانيا من قبل إيطاليا أو الولايات المتحدة هو ليس بواقعي. فإيطاليا اقترحت بعض الخطط للانضمام، ولكن هذه الخطة هو ليس بعرض هجين لا أكثر، ولهذا علينا أن نجد الطريق. هم يودون إيجاد الطريق لأوكرانيا للانضمام، ولكن ما الذي سيحصل في نهاية يونيو؟ سيكون هناك قمة جديدة أو قمة شباب، ونود كشعب أوكراني ومواطنين أوكران وكأوكرانيا كدولة نود أن
نحصل على عضوية الانتساب لدولتنا ونعتمد على شركائنا الأوروبيين. وهذا ما يتمسك أستاذة ماريا، عذريني على المقاطعة، هذا ما تمسك به الرئيس زيلينسكي مرات عدة في خطابات مختلفة، إن كان أمام يعني البرلمان أو الاتحاد دول في الاتحاد الأوروبي أو حتى خلال رسائله اللي ظهر فيها من الداخل الأوكراني. لكن الجواب أتى واضحا أستاذة ماريا، الرئيس الفرنسي بتصريحه الأخير أكد أنه مسألة الانضمام لا يمكن أن تحصل قبل عقدين، يعني الموقف الفرنسي واضح جدا من مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي، الموضوع سنناقشه بالتفصيل في الساعة الثانية من برنامجنا، لكن إلى أي مدى اليوم يمكن للحديث عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن يؤثر لربما على القرارات المصرية لكييف في الميدان؟ أولاً، نحن لا نتحدث هنا عن الانضمام ولا العضوية، فهو هذا على قائمة أعمالنا. كنا نعمل على اتفاقية تقييمنا على مدى 10 سنوات. وعندنا اتفاقية تفصيلية للغالية للغاية عفوا، وهي فريدة ولم تخضع أي دولة في الاتحاد الأوروبي من مثل هذا التقييم. ولهذا فإن مهمتنا ومعاييرنا وما الذي يتوجب علينا أن نلبيه لنأقلم ونكيف تشريعنا مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، ولكننا نتحدث هنا عن احتمالية أو الانتساب، وبعد ذلك بالطبع يمكننا البدء بالمفاوضات حول العضوية. لذا نحن نعرف وملمون بالعملية كلها، ولكن ما الذي نقوله الآن هو أن مواطنونا وجنودنا والمدنيون يقتلون من قبل الاتحاد الروسي، لأننا نود أن نكون جزءا من العالم الحر، فنحن لن نكون تحت السلطة الروسية التي يود أن يستعيدها الرئيس بوتين. ولهذا فخيارنا الخاص والخيار الشعب الأوكراني أن يكون لهم حقوق سلطة القانون وحقوق للإنسان في دولتنا، وبالطبع لتلبية كل هذه المعايير وحينها سنتحدث عن العضوية. ولهذا فالرئيس زيلينسكي وحكومتنا وبرلماننا نحن جميعنا موافقون على انتسابنا، ولكننا نعي ونفهم الوقت الذي يتطلبه الأمر. علينا أن نعمل وأن نستمر بشكل مستمر بتوفير بعقد المفاوضات والمحادثات مع ألمانيا وفرنسا، ونحن نفهم ونعي الصعوبات، ولكن وحسب ظني فإن هذا أيضا هذا قرار للاتحاد الأوروبي، يودون أن يظهروا من خلاله لبوتين أنهم لن يتم إخضاعهم وأن أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية. تمام. في الأثناء هناك تقدم كبير للقوات الروسية على ما يبدو بحسب المعلومات في الشرق، في معركة الشرق وحتى اتجاه نحو الجنوب. دعيني أسألك هنا أستاذة ماريا عن الخيارات المتاحة حاليا في ظل ما يجري في الميدان، يعني كييف رافضة حتى الساعة مسألة وقف إطلاق النار، وبالتالي ما هي الخيارات وإلى أي مدى الدعم الذي يصلكم كاف لاستكمال لربما المواجهة؟ أول ذي بدء، لا أوافق بقولكم المستمر بأن كييف عليها أن تقوم هي بالموافقة على وقف إطلاق النار. نحن من هوجمنا، الاتحاد الروسي قام بغزو بلادنا في 2014، سرقوا وضموا شبه جزيرة القرم ولوغانسك ومناطق من الدنباس، ومنذ 24 من فبراير قاموا بعملية أو بغزو عسكري كامل على لأراضينا، وأنتم رأيتم بأم عينكم كل جرائم الحرب التي ارتكبها الجنود الروس في بلادنا. ولهذا من الذي يطلب إيقاف النار؟ لماذا لا تطلبون هذا الأمر من الاتحاد الروسي؟ الاتحاد الروسي عليه هو أن يقوم بإيقاف إطلاق النار، وعليهم هم أن يتوقفوا عن الهجوم ومهاجمتنا بالصواريخ، وعليهم أن يتوقفوا باستخدام الإسكندر أو من إسكندر وشبه جزيرة القرم وغيرها مهاجمتنا. كل يوم عندنا 5 إنذارات عامة، سفارات وإنذار تطلق في بلدنا،
واليوم هناك معارك شرسة في منطقة دونيسك ولوغانسك وفي الجنوب كذلك، لأن روسيا تود أن تقطعنا عن البحر من بحر أزوف وبحر الأسود. لأن المشكلة هنا هي أزمة الغذاء، لأن أوكرانيا كما تعرفون كنا سلة غذاء للعالم، ولهذا فإن الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أن خمسة العالم سيتضورون جوعا لأننا لا نتمكن الآن من تصدير محاصيلنا للعالم، وبالطبع كنا نقوم بتصديرها عبر البحر، ولهذا تقوم روسيا بعزلنا عن البحر. وللأسف وما الذي نراه أن بعض الدول لا تود أن توفر لنا تطبق العقوبات بكاملها على الاتحاد الروسي لإيقافهم من تمويل عملتهم العسكرية ومن قتلهم لشعبنا وبالاستمرار بهذه الجرائم، جرائم الحرب ضد الإنسانية. ولذا نحن متأكدون أن فقط بوتين والروس لوحدهم يمكن هزمهم، ونعم على أرض الميدان نحن نقدر كل الدعم الذي نتلقاه من عتاد وأسلحة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول، ولكن بالطبع وللأسف هو ليس بكاف، لأننا نحتاج إلى أسلحة هجومية للدفاع عن أراضينا وعن شعبنا ولنطرد الجنود الروس من مناطقنا. شكرا أستاذة ماريا على المداخلة، يعني للأسف انتهى وقت هذا اللقاء. شكرا. فقط للتوضيح، نحن بنينا حديثنا الليلة عن مسألة وقف إطلاق النار لأنه تقارير عديدة أشارت إلى ذلك في الساعات الماضية، وجاء بعدها الموقف البولندي. أشكرك جزيل الشكر على المشاركة من كييف، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني ماريا يونوفا.